بالنسبة للأحزاب السياسية ثقتنا بها كبيرة، وقت اللي يكون عندها مبادئ وأهداف سامية تخلي معها ثقة الشعب تقوى فيها. ما فيناش فيق فيهم أصلا، الأحزاب هذه اللي بخيرنا النهضة ما تماش باش تفتح حتى شيء. توا يعني شهور وعام كامل من العام اللي يزيد ما ثم حتى شيء في البلاد هذه، ما جاتش حاجة، ما شفناش حاجة، ما شفناش شيء. لا صعيب، ما ثمش، مستحيل. علاش؟ اي حزب ينخرط في الديمقراطيه يمشي تحت جناح ديمقراطيه. بالنسبه لي نحكي دوفارا كل تلوج على الفلوس، تلوج على الكريس، الشباب نحن كل اخر اهتمامات. لا علاش؟ خاطر ما عملونا شيء، ما عندهم اكثر من عام ما عملونا شيء، كيفاش نعطيهم ثقه؟ بصراحه نحكي لك ما عادش عندها ثقه في الاحزاب السياسيه. بيان سور لا. علاش؟ خاطر ما تحقق حتى شيء، معناها ما تبدل حتى شيء في البلاد من بعد الثوره، وما تزيد حتى شيء. علاش؟ دخلت بعضها برشا الحكايه مع اصدقائي. عندي فيها ثقه. علاش لا؟ عندي فيها ثقه. ولا حزب. علاش؟ كلها تنافق، سواء من اكثر منافقين هما تجمعتها كثر، ومن بعد تجي الاحزاب المعارضه كلها تختم في ارواح. هما باهر على الكرسي، شدوا الكرسي والباقي ما يهمهمش. هذه الاحزاب فاش تخدم تو؟ ايش بدلي انا ايش بديك وكهو؟ هذه الناس كل قاعد تشوف فيها تو، قاعد فريجيه تو، نحن قاعدين نتفرجوا وين ماشي وين باش تغسل فلوكه تو بالضبط. الناس كل تستنى في الموت وكهو، ثم حتى حاجه تفرح في البلاد هذه. لا الاحزاب اي، الاحزاب اي كلها اي، اما النهضه لا، ما عندي فيها حتى ثقه، ما عندي فيها حتى كونفيونس، ما نعرف ايش، ما نحبش نعرف. ما عادش عندها ثقه. علاش؟ لا نشوفه متغير شيء. غير حد شيء. فما أغنية نتاع العربي غناها واحد تونسي، فهمتني ولا؟ قال لهم الأحزاب السياسية تحب تربح القضية بوبيس، يعني إلان بيوت، يعني تحب تحقق وكهو، مش بتحقق الأهداف نتاع الشعب، تحقق أهداف لأغراض شخصية. حتعرف علاش؟ الماء مخصوص، الضوء مخصوص، ما يغركش السونتر نتاع بوزيد لهنا، ناس تركب الحمل على اللوش والدجاج وتتعشى وترقد. ثم ناس مش يلاقي باش تاكل قرن فلفل وكعبه طماطم. حسب اللي يصير في سيدي بوزيد، نشوف اللي فهم برشا حوايج، معناها الاحزاب اللي كنا عاطين فيها ثقه كما حزب النهضه، فهم برشا عباد انتخبوا ديجا، مارينا شايف سيدي بوزيد لا بروجيات لا حتى شيء، معناها يقنع البازيد ويحس اللي معناها هو كعطى ثقته في الحزب هذاك، لقى حوايج في المقابل. ما فهمش حتى قلت لك حزب معين معناها عمل الحاجه لهنا، الكل هتتكلم فهم حتى شيء، لا من الحكومه ولا من خارج الحكومه، الكل ولا يبيش هنا. والله ثم احزاب فيهم شويه ثقه، ثم احزاب ما عادش فيهم.